والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي آنساتي سادتي مخداتي ووسادتي، أما بعد، قانون جزيرة ريسايكلينج فنان مرح بس. شوفوا هذا مكتوب بكر الجبوري اندستريال. يا بكر الجبوري تقول ما سميت مدينة باسمك، في صناعية كاملة هني باسمك. أنت موجود موجود أنت موجود في هني بعد مشروع حقك يا يوتيوب، ويالك مطار. الشيء الوحيد اللي ناقص اللعبة تبون صدق، مش شيء الوحيد يعني، شيء يباله صراحة نحطي نبا كارجو ايربورت. المهم لازم يكون عندنا مطار دولي ضخم، بس مطار دولي ضخم يبقى 70,000 نسمة، و70,000 نسمة حاليا علينا شوي زايد. وحسن حسن حسن خلنا نعدل اسمك يا حسن. حسن قال لي سبيلنج مال اسمي غلط وزعلان منه. لا تزعلون يا جماعة، غلط في سبيلنج، ترى سبيلنج قاسيين. نحاول وايد زحمة، يخرب بيت الزحمة. ليش الزحمة؟ وين رايحين؟ صناعية. زين، إذا فرضا فرضا افرض يعني مثلا مثلا يعني لو خاصمت كم، لا ما يخصها. انزين، لو اني جبت انزين هذا ورفعت الارض مال بو، خلني بهذا التول. انزين، ورفعنا الارض مال بو، لحظة نبى نيب الشارع يكون جميل يعني، عرفتوا؟ نبا حتى لو بشيل العماير عادي، ما عندي مشكلة انا في العماير اني اشيلهم. خلنا نرفع 12 اوكي، ونخلي لحظة نسوي له ابجريد الى هذا النوع من الشوارع اللي هو مع معدل رملة على اساس يبين شوي شكله منطقي اكثر. وبنسوي هني الشارع، وهني شارع كان، ما علم مشكلة، خلنا اهدمهم، ما عندي مشكلة انا اهدمهم. بس شنو بنسوي؟ لان عندنا مشكلة حاليا اللي هي الزحمة. هل اسوي له ابجريد لهذا النوع من الشوارع اساس يبين شكله مرتب، والجسر في عمود في الوسط مستند على شيء معين. فالحين اللي بيروح الصناعية نسوي له مخرج مباشر لبنو لصناعية هنا، بدل ما يروح هني يدق يوتير. ناس ليش تاخذ يوتير من هني؟ ليش الناس تاخذ يوتير من هني؟ انا مسوي شارع عام والشارع غير متوصل في المدينة اساسا، توني استوعب. فالناس اساس انها تطلع وترجع لهاي المدينة قاعدة شو تسوي الناس؟ ايوه، فخلنا نشل، لحظة خلنا نشل هذا ونسوي له طريق، والطريقة هاي اوكي، مو مشكلة، بعدل الكيرف انا اوكي، ونشل هذا. برد وصل ماي، ما عليكم. نشل هذا ونوصله في، لا اوكي برد نشل هذا. زين، بخلي شوي الشارع نوعا ما معتدل. اوكي، بنوصل هاي الكهرباء بس حفاظا على الشكل العام. ما اعرف توصل ولا لا ما تتوصل، فلازم نجيب كهرباء من، لحظة، من هذا لمنو لهذا. اوكي، مو مشكلة الحين خلنا نمد كهرباء هني بس اساس المدينة الثانية ما تموت. زين، وبنشل هذا، بنسوي له ميلان بالطريقة هاي. الميلان غير صحي ابدا. زين، لحظة
اوكي والله الشارع زي زفت والله. دخلنا بعد ما ينفع هاد الدخلة، ما عجبتني يعني. الحين الناس تاخذ يتين حق شو؟ حق تدخل المدينة هاي. اوكي والحين اللي انا ابغى اسويه، انا بسوي مداخل ثانية للمدينة تخلي الناس شوي نوعا ما مستقرة. فخلنا على ارتفاع 9 نسوي شارع سيدة هني. اوكي نوصل في هني، والشارع هذا يتوصل بالضبط في وين؟ يصب في هذا الشارع احنا من تحت ابا. اوكي بسوي له ابجريد بالعكس ويت، عساس يكون له طريق ثاني، عساس الناس يوم تطلع الحينة. كيف تطلع الناس الحين من هاي المدينة؟ تروح هني كاملة، تي توقف هني تتريا تطلع برا. اوكي ونفس الوقت بنسوي شارع ذو اتجاهين، اللي يبي يدخل المدينة واللي يبي يطلع. فبنسوي هذا الشارع. اوكي اوكيبايد تو ستيب، بنكنسل الشارع مو مشكلة تريش، بنسوي لكم شارع احسن منه يعني، لا تزعلون. بس انزين نسويه على ارتفاع 9 قلنا مناسب صح؟ اوكي وقلنا هذا لازم يكون ميلان نصف دائري على اساس شو؟ يونتس، لا 2 يونتس نبا ميلان منطقي يعني. لحظة لا نبا ميلان منطقي، اظن بيكون بالطريقة هاي. الناس بتدخل وتطلع اخر شيء. اوكي شبه منطقي الميلان، ومن الصوب الثاني ابغى اسوي نفس الشيء بس على الشارع هذا اللي هو راح يكون هاي واي. زين هذا الهاي واي راح يكون شوي، شوف 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 هني الهندسة تلعب دور. 6 نباه 6 هاي تكون من وين طالعة؟ من هني. سبيس اوريدي اوكيوبايد، نسوي هني بالطريقة هاي 4 5 6 نبا. اوكي بنسوي مايل بالطريقة هاي بيستوي. نبا نحط الشارع هني يا جماعة، نبا نحط الشارع هني ممكن، بس هني لازم الغي شارع، ابي الغي عماير، مجموعة عماير، بس وش مشكلة عادي مو مشكلة. خلي يلغي مجموعة عماير على ارتفاع 6 قلنا من هني لين هني بنخطفه. لحظة السيدة وين بيستوي يا حبيبي؟ الشارع اللي مش طايع 5 6 ايوه هاي الحين يخربون الدنيا كلها، لان اذا سويناه الحين مثلا 15 هذاك 12 صح؟ ما بيركب بعد، لازم اسوي شيء مثل 24 على اساس يركب فوق. شوفوا ممكن 24 اذا نزل في الارض كم يبغى له مسافة؟ ممكن اوصله هني. صبر ويت 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 ويت، خلنا ننزل لهني 9. اوكي وهني شو بينزله الا اذا صبر خلنا نشوف اذا ضبطت هالحركة بيكون شيء طر. تعرفون شو طر؟
انزين بيكون شيء وايد حلو اذا ضبطت الحركة. ثمانية 12 يستوي نفس سور دبي، ما حد يعرف شو السالفة. 22 صبر، انت فهمت اظن شو بسوي انا صح؟ خلاص واضحة، بس انها شو تضبط معي. وطايعة تضبط، مش طايعة تضبط ابدا. الحركة هاي لو ضبطت تسوي والله انها شيء مش طبيعي. انزين فالحل بسوي هذا، بس الحركة هاي خلاص. انا من الصبح كنت بسويها بس قلت ما بحطي هني، خلينا نحطي هذا الشارع، شارع فرعي هذا، بس كيف الناس تروح ترجع له؟ خلنا نشوف. تعرفون شو بني بالموف التول؟ زين ارفع هذا فوق، بني بالموف التول بنرفع هذا فوق، حلو سوي كليرنس ولا مكان مجال صافي شوي، بنرفع هذا الى 9. انا ما كنت بسوي هالحل في البداية، لكن على ما يبدو مجبورا اخاك على قولتهم لا بطلوا، واللي بنسويه مجبورين فيه. خلينا نسوي هني لان شارع عام، اربع شوارع ما بيركب اربع شوارع. لحظة نقدر اصلا نخلي الشارع هو هذا نفسه لين هني يرتفع لفوق، بعدين نرجع للهاي واي نفس التو واي اللي هو هذا، اللي هو ممكن احنا اصلا نقصر شوي، نسوي لين هني وبننزله لين مستوى رقم 2. زين اصلا ممكن اشيل هذا، في عمود داعم ما عندي مشكلة. لحظة عمود داعم، خلنا نشيل هذا. زين هذا بلدريز اوكي، هذا منه نشيل الموب التول، نشيل البلدريز، بنا التول هذا ونرجع للتول مالنا. بعدها يقول لي اوكيوبايد، حتى مع ان تحت شوية ترى في حلول، في حلول، مش انه ما في حلول، انا بمشي مع الحلول وياكم. ها بيرمون يمرون ولا مش طبيعي المنظر؟ لا وايد اوكي، مش مشكلة يتحملون شوية. ممكن اسوي شيء ثاني، لحظة خلنا اهد هذا ونسويه بالطريقة هاي. واني عند القطار، انا عارف في ناس الحين بتقول كومنتات خليل قضيت الحلقة مصاخة كلها كشرة ملل. والله مش الهدف اني انا امللكم، لكن الهدف اني انا سويت، انا سويت شتت. مش وقتك، لحظة مش وقتك، انا ايش سويت؟ انا شو سويت؟ انا شو سويت؟ انت يا صديقي تعال بالطريقة هاي، distance too short. شتت شت. اوكي
الحين استوى عندهم اكثر من يا حبيبي اكثر من طريق يروحون فيه المدينه. بس المشكله ان هذا الدرب من هاي الجسر لذاك الجسر. قضينا الحلقه، شكلي بطول الحلقه شوي على اساس مو تقولون خليل حلقتنا كلها راحت بنا وما ادري. هي لعبه بنا اصلا، يعني المفروض انه يروح وقتكم بنا، لكن حل الازمات العالميه اللي نفس هاي ترى مش سهل والله، يعني شيء مش طبيعي ابدا تحلون ازمه نفس هاي، خاصه يوم في عنا جسر خاطب في وسط قطار في وسط زحمه في وسط مدينه في وسط. الله لا يوريكم. انزين الحين احنا بنسوي مطار دولي اللي هي مدينه، خلينا نشوف الكومنتس. بكر راويناك مدينتك لا تزعل، لا تزعل. خلينا نشوف الكومنت. عبد الرحمن الغديري، اوكي عبد الرحمن، احنا بنسوي مدينة المطار باسمك لان هني في ثروة ما نبغى نحتلها، فبنسوي مطار دولي. مطار دولي وين بيكون؟ والله تصدقون مطار دولي هني مكانه، اوه هني مطار دولي بيكون حلو. بس بعد مش ذاك الزود، لا 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 مش ذاك الزود، مش ذاك الزود. في ناس تروح ترد، في ناس تروح ترد عن طريق الهاربر، بس نبى مطار دولي هني، مدينة صغيرة، مدينة عبد الرحمن الغادري الجديري. ما أعرف أنا، سوري إذا قاعد أقرأ اسمك غلط، صحح لي في الكومنت تحت، قول لي يا خليل أنت تكتب اسمي غلط، تذكر اسمي غلط لو سمحت، لا تذكر اسمي غلط ولا تقول بعد ما غير لو سمحت، عاد لا تزعل. انزين نسوي هني مطار الدولي الانيق، خلنا نسير المطارات، نسير مطار دولي مكان حيوي وعندنا نحن ماي. اشوف الماء كان عندنا ماي، خلنا نسوي هني مكان حق محطات الماء. لحظة ورشيز خدمات محمد جمال ما شاء الله مكفية وموفية و بالسادة الدنيا كلها. الحين احس بتحشرون علي شو خليل، قضينا الحلقة خدمات بس. ترى هي هذا اهم شيء في اللعبة، ترى اهم شيء في اللعبة تشوفونه، تعرفون شو سالفته، ما تعرفون توفرون خدمات انتم ما تعرفون يعني مدى الصعوبة اللي راح تواجهونها في اللعبة، صدقوني جربوا انكم تسوون مدينة بدون خدمات بتعرفون قصدي. انزين الحين هالمنطقة بنطورها نحن اصرف كل الاحوال. زين الماي بيروح لين هني، والكهرباء بتكون مدينة نووي بروحها، بنحاول بس كهرباء احنا وضعنا ممتاز، بنمدها للمدن كلها، بنسوي حاجز كبير للكهرباء وهاي الامور. انزين خلينا نسير للمطار، خلينا نبدا مدينة عبد الرحمن الغديري، بقول عبد الرحمن بس عشان ما اقول اسمه غلط اجين، يعني ما ينفع اسلوب تو ستيب اجين، اي هيت يو والله. انزين خلنا نشوف اذا ما بنقدر نحطي هذا هني، لازم اني بالارضية شو نسوي فيها، برش سايز لا يخسي، ونسوي لنا مكان بس حق ولا العيون المطار، مكان جميل 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 جميل, 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 جميل. بس خلاص هذا بس اظن يسده يسد وطلعنا برا. اوكي يعني مسخره. انزين بروح الحلقه طولت على الفاضي. انزين وهذا المطار الدولي يضع الان في هذه النواحي العظيمه ويتقدم المطار اوكي ما ينفع صح. انزين المطار يا اصدقاء، المطار المكان هذا لازم يكون فيه نقاط وصل ونقاط خطأ، يعني حول المطار هاي المدينة هني ازعاج نويز، تشوفون شو يعني نويز، هذا نويز اوكي ازعاج نفرات زيادة مشكلة، خطوطه هني خطوط. لو ان انا الشيء الوحيد اللي قاهرني اني انا مجبور في خط المطار هذا ولا في المطار هذا اني انا ما اقدر حتى اغير فيه بعض الامور، بس مو مشكلة خلنا نمد له خط كهرباء حاليا بس على اساس انه يشتغل.
زين بعدين بغير خط الكهرباء هذا مش عارف اني اصلا تعال في نص المهبط كيبل والله قسم بالله المسخره. انزين مو مشكله بنمد له ماي خليه يشتغل. اخبار القطار محتاج مجموعه شغلات اساسيه منها مترو تكاسي نظافه مدينه سكانيه محلات تجاريه مماشي لحظة مماشي 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 طويلة جدا يا جماعة الخير. بإذن الله هذه بيكون المساحة الأساسية للمطار رايحة رادة. بس تعرفون شو بسوي؟ بقص الدرب كامل قص. كيف بقص قص؟ يعني هذا هاي واي صح؟ أبغى أسوي درب من المطار لين هني من غير مباني. هذا هاي واي اللي يطلع الدرب هذا. لحظة اوكي اللي الطريق هذا خلاص ينسى يروح مكان ثاني الا المطار. واللي يطلع من اشوف الطريق الاول المدينة الشو الاولى. الحين المدينة شو بيكون فيها خدمات مشكلتها نحن لازم نمتد في نص المدينة ونسوي دربنا حول الشو الهاي واي ولا مثل ما يقولون الطريق والشارع العام. انزين قد تكون هاي بيسوي غلطة زحمة مرورية ترى بيسوي. لا مو بيسوي زحمة مرورية انا بخبركم الاشياء. هني بيكون في مدينة ثانية. المدينة الثانية هاي مرتكزة على الموارد الموجودة واللي هي موصولة تماما مش تماما التمام يعني بس يكون هل اسوي لها شارع او شيء اساسي. هاي المدينة مختلفة مدينة صناعية ما نحتاج فيها مال تكاسي وايد. بنحط 6 شوارع عادية كونها صناعية. زين هني بيكون عندنا بس معادن اكثر من هاي ما نبغى. انزين ولين هني حلو هذا الشارع الاساسي. هاي بيكون مجموعتين صناعيات ترى في مجموعة واحدة على فكرة. مجموعتين في مجموعة واحدة. بس أنا أتصور إني بسوي مفترق لازم أساسي بينهم بالطريقة هاي. لأن إذا ما في مفترق أساسي أنا راح أتوهق. إنزين أول شيء هاي مدينة ثانية ما يخصها تماما في هذيك المدينة. بس مدينتين حصلوا جنب بعض مش كلهم لازم يكون هاي ويز المدن. انا اتصور متصور في مدن لازقه في بعض بينهم امور حدوديه بسيطه. خلينا نبدا اول شيء هنا. زين المطار المطار هنا راح اني اول شيء اني بهذا المكان حلو واني بالهاي واي الاول اللي هو يوصل هذا ما راح يوصلهم هنا على فكره اساس ما يختلط الزحمتين في بعض. راح اخلي هذا فاصل بينهم. زين واسوي حق هذا مدينه سكنيه على الاغلب بنشبكها مع هذه ونخلي حولها مدينه سكنيه وهي مدينه المطار غير. فبنسوي اول زون بنعطيه نحن الحين هذا المكان حق عبد الرحمن. هذا يا عبد الرحمن جايينك نحن في هذه الحول. بتكون المدينه مدينه كبيره ترى ضخمه مش صغيره. هاي عبد الرحمن الرحمن اوكي. فالحين هاي لازم تكون موصوله في مدينه سكنيه بسيطه. بس اول شيء خلينا نحط فيها الخدمات الاساسيه اللي هي نحن كمطار محتاجين نمد المطار من الخلف. هنا بيكون صناعيه خفيفه ترى. زين نحتاج نمد المطار بخدمات خلف منه المطار بالشكل هذا بعيد عن مفترق الطرق الاساسي على فكره بعيد جدا. لان المطار اللي احنا في الوسط نحن شو راح نسوي؟ ما راح يكون محلات بشكل جذري يعني هني. هاي راح تكون محلات بنحط فندق في الوسط على الاغلب هني. وهذا المكان راح يكون فيه على الاغلب مركز شرطه وعياده وباركنات. وهني بنبدا المنطقه السكنيه تقريبا في تقاطع واحد في الوسط.
وبنسوي تقاطعات بسيطة بحيث انه ما يطلعون على الشارع العام دايركت. وانا ياس اخلي شكل عشوائي شوي، والله مليت من الاشكال الصراحة المرتبة وهذا، خلونا شوي على الاشكال نفسها، نخلي تقاطع هني، تقاطع في زاوية المدينة من هذا الاتجاه، ونبدأ نوصل الحين المدن في بعض. قلنا نحن بنحط شارع عام من هنا دايركت الى هذه المدينة، وشارع عام من المدينة هاي دايركت الى شو؟ لا هني ما بنحط شارع عام، بنحط الشارع العام هني لين هني. اوكي مو مشكلة، من هني لهني مو مشكلة، دخول وخروج من هني، وعندنا خروج من هذا المكان للاتجاه الثاني اللي هي مدينة ثانية، هاي راح تكون تماما ولا تمد اي صلة بالمدينة الاولى. وخلنا نوقف اللعبة شوي، وبنوصل المدينتين الحين بالشارع عام مرة اخرى. طبعا لازم مسافات كبيرة اخلي انا بريح الموب، بنتم نفتحها قد ما نقدر، وبعدين اذا نقصنا مكان الله كريم نحن بنغطي المكان وعليكم نقدها وكفو ان شاء الله. انزين وبني بالشوارع هني الرئيسية، وين خط هذا؟ تعال تعال يا سهير العين تعال، خلنا شوي نعدل عساس الناس مدحة بريك على المكان هذا. لحظة خلهم يمشون، هذا خلنا نجربه. لحظة وين صار؟ اوكي خلنا نمسك التول هذا هني، نعدل الشارع شوي، الناس تروح ترد على راحتها. طيب ما يباله ولا دور ولا هم يحزنون، بندخل دايركت على مدينة. ست سيدات اكبر شيء، بيدخل دايركت لين هذه المدينة. خلاص بدل ما نلعوز اعمارنا يباله شوي انقل، مو مشكلة حطي طريقة هاي ومقدور عليها شوي عادي بنتعدل، يعني مش قضية يعني. هذا شوي هني بشوي هني، وكان الله غفورا رحيما. هاي راح يكون مجرى اساسي للمدينة، وهذا اليوتير. ممكن نشبك في هالمدينة الحين حاليا ترى، على فكرة مش قضية، لو لاحظتوا هالمدينة ما لها مداخل، كلها هاي ويز وكلها غيرها. زين مدينة عبد الرحمن هني راح تكون عبارة عن اول شيء باركنات في الوسط، نبه باركنجز. زين في حد من المطار سافر ورد؟ هي في 14 واحد اوريدي صاروا وردوا، نايس نايس، يعني في حد قاعد يستعمل باركنات يعني شيء ممتاز. ما نبغى شيء قديم، هلا تشوف عندنا باركنات حلوة شوي، نحط لهم باركنات طيبة. ما في باركنات، كان عندي باركنات زمان منزلينها تصدقون، و اوكي هاي باركنات سياكل ما نبغاهم. هذا باركنات والله مبنى جميل تصدقون، يستحق يكون جنب المطار هذا باركنات هني. اوه صح والله تصدقون فكرة ناجحة هاي مباني باركنات المطار، احسه جميل. لا 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 مشروع مشروع. اخر شي بنحطيها من هنا هاي، لان هاي يبغانا نحط شغلات كبيرة اصلا كل الاحوال، لان هاي لازم يكون في نص المناطق السكنية بصراحة، مش كورة ما قاعد يوصل. حطيناه هني ما وصل هني، ما اعرف شو الحل معه، لكن ممكن نسوي هني الشغلات الخفيفة ورا، شغلات الثقيلة قدام. وطبعا لازم اغلط احط اشارة اغلط اول شيء. انزين هذا المكان راح يحتوي على مجموعة خدمات. الخدمات الاولى انزين راح تكون اوكي مو مشكلة، خلها انزين خلونا نهتم في الخدمات اول. انزين الخدمات الاولى راح تكون للمنطقة هاي كقمامة، الله يعزكم يعني
المكان لازم يكون نظيف جدا. نحن في مكان دولي، عندنا علاقات دولية عندنا وعندنا، ما نبغى نخرب العلاقات الدولية كلها في سالفة شو تحت الأرض كهرباء. لحظة، تحت الأرض كهرباء، أوكي زين، ما نوخر علاقات دولية كلها شمور ريحة خايسة المدينة بعد ما فينا. عندنا باركنات جميلة حق المطار، بخلي الباركنات الحلوة، أنا ما عندي مشكلة، وقلنا ما يفرق وايد وين نحطي. بعدين هاي ليش بيشتكوا من الحرم؟ بنحطي شيء ورا حقهم صغير، بنسميه أمن المطار ولا وغيره ولا ما إلى هنالك. نحطي برج يحسسهم بالأمان، هالبرج وايد عود ما نبغاه، برج يحسس المنطقة بالأمان وايد زين. قدام باب المطار، قدام مركز الشرطة، قدام اللي هو المستشفى نفسه، عندنا مستشفى عالمي هني طبعا، هذا يغطي أبو المنطقة كلها. هذا يشيل 1500 مريض، بس مش بس يشيل 1500 مريض، شكله حلو. يعني شوف شكل العمارة كعمارة جميل، يصلح يكون شو مستشفى. بما أن المستشفى نفس هذا النطاق عندنا لازم يكون حوله، نحن في مطار اللي يطلع لازم يشوف مناظر حلوة، ولازم يشوف شير، ولازم يشوف يعني مكان مهتمين فيه، مش مكان. وطبعا مرتكز على حدائق زين، وبعض من الألعاب، ألعاب نفس شو يعني قصدي، أكيد كرة سلة، شو أقصد غير كرة السلة أنا زين. ونحط ملعب كرة سلة هني، بس خلونا ايش اللي حطه هني. لحظة، هذا اظني وصل كهرباء حق الشعب كله. لحظة، ايوه بالضبط. انزين، لا خلينا نحطه ضغط وخطي ضغط عرض. انزين، هنحط شوية بيوت مكاتب هني على طول خط المطار، مكاتب محلات تجارية في الوسط هني زينة. وناقصنا شو، مطافي صح، شرطة مش مطافي، عطينا مركز شرطة هني. نبقى الحين باركنات ثانية. تقولون وش كثر باركنز بتحطي يا خليل؟ لا بنحط باركنات لازم، لأن ليش؟ هذه خدمات يبالها أماكن وقفة. نحن في مطار الحين، المطار مكان لازم نجمله، باركنات جنب باركنات بستهبل شو. انزين، نبقى باركنات خلفية بس ما يستوي. لا اوكي، عند كل حديقة شي باركنات، الحديقة بحط عندها باركنات، ما يحتاج الباركنات الخرافية اللي ممكن تتصورونها، بس انه انت، انا اسف لكن لازم اهدمك. انت سيدي بنو عند الحدائق ترى، الناس تحب تبني جنب حديقة هالسوالف. طبيعة الحال، حتى الناس بطبيعة الحال تحب هالسوالف. زين، عندنا مكاتب هنا قامت تطلع، خدمات قامت تطلع، ورا بنحط شوية خدمات. حطينا هاي الثنتين، وابى احطي محطة باصات هني. محطة باصات لازم تطلع من خلف المطار. خلينا نحط مسار باصات. لحظة، واحد اثنين ثلاث اربع باصات. طبعا مو بخليها تروح هناك عند باب المطار، لا ما يستوي، خليه يلف هني ويرد ينزلهم هني. حطي هني تهانات، ونيب باص ثاني حق اللي جاي من المطار يوقف هني. سيدي يروح وين؟ هذه المدينة، يدور له يعني محطة باصات شيء، ويرجع دايركت عندنا، ينزل في نص المدينة من هني ويروح هناك. ونضيف باصين، ها حق المدن الثانية الخارجية الحين اللي عندنا. بنحطي باص هني اللي هو دايركت تمشي هاي المدينة. شوفوا الحين ليش في ناس بتسافر ترى بباصات، اذا بتسألوني بقول لكم نعم في ناس بتسافر في باصات، ولازم وعندها في ناس عندها هوس باصات اصلا، يمكن ما تسافر حتى غير باص. زين، ونبا بيكون حلو لو ابدي اطرش باص هالمدينة هاي، بس بيكون ما ينفع، احس انه ما ينفع. زين، لانه نحن بنحط مترو وما نبي نبعد مسافات خرافية، هذا أول شيء. بعدين نحن عندنا مونوريل، عندنا وايد شغلات نحن ما استعملناها للحين. لحظة، ليش هنا ما في كهرباء؟ ما في كهرباء، بنحط جنبكم
مدرسة، بنحط المدرسة هني، مدرسة ثانوية فنية بيكون خلها هني، حط جامعة سوري هاي مدرسة ابتدائية هني، شوف الكهرباء وصلت؟ لا، وبحط مش كهرباء، ليش عند خدمات الكهرباء؟ حتى كان في مكتبة وين صارت؟ University wishes to specialize in certain areas. والله حلو صدقون، جامعة صغيرونة كيوت مرة. هلا نحطيها، خلي الناس تجي مباراة تتعلم هني. اوكي بيوصل لهم كهرباء، ما عندنا مشاكل كهرباء حتى لو نقص، يعني مش قضية ترى. انزين الحين نبى نحطي لهم خدمات كاملة تقريبا، بنحطي مترو في المكان. طبعا مترو اللي هنا غير عن مترو باقي الاماكن. ليش؟ هني بيكون في مترو. عند باب المطار، عند باب المطار. يلا زين، المترو بيودي برا المدينة، ما يبي داخل المدينة. هذا الهدف كله من الموضوع. المترو داخلي ما بسوي، لأن المدينة أصلا صغيرة. فالمترو بيكون هدفه استقطاب الناس اللي انا هاد المدينة ما عندي فيها مترو، ما عندي مترو. عباس سيتي، ويت عاد خلنا نحط المترو هني، بنحط مترو هني. عباس سيتي لازم مترو، مدينة ضخمة والله، مدينة ضخمة. وعدم وجود خاصة عند القطار، عندنا قطار وما عنده مترو، تخيلوا. خلي الناس تجي هني عند المترو هذا. أول شي بسوي بوصل هالأماكن. في بعض تشوفوا تستكشفون مرات وانتو تمشون. إذا سوينا ترى قسم جديد بنحط فيه مترو، ما عليكم. وعلى الأغلب بنسوي، بس هذا مشاريع في العادة تكون مستقبلية. خلينا نحط الدبل مترو، نبدأ لنا لين جديد، بنمد لين هذا المكان ويرجع. ف ليش اساسا مش الكل قاعد يقضي حياته خطوط يلف المدينة كامل، يكون في روحه ورده. انزين الحين من هذا المترو لمدينة عباس سيتي، سوري مدينة عبد الرحمن، احط خلنا احط مترو ثاني من باب الرحمة. اوكي مترو ثاني من باب الرحمة. اوكي فخلنا نحطي مترو هني، ونوصل هذا المترو على هذا المدينة. اكتشفت اني وايد مقصر في المترو، انتو ليش ما تخبروني في الكومنت ان عندنا مترو ناقص؟ ها سؤال صدق صدق، ليش ما تخبروني؟ والناس هني ضرب خطوط من متى مساكين، وانا اشوف زحمة وحالة والناس تتشكى وزعلانة وحالتها لله زين خلنا نسوي مترو هني. شوف هالمدينة صغيرة واللفة وايد صغيرة، فخلي لا اقول لا لا حرام حرام يضرب لفة ضخمة على شيء تافه. لحظة واحد الأقل، أبسط شيء إنه يحاول اللي بيوصل مكان يقدر ينزل من وقت، يقدر يركب من وقت. إنزين بنبدأ مشوارين، واحد داخلي أوكي، واحد من النقطة الخارجية من يجي هني ينزل تحت. بس شو بنسوي أول شيء؟ خلنا نوصل هاي المدينة في مترو. مترو هذا ترى عالمي يعتبر، ترى مترو فنان. مترو فنان فنان، يعني مش راح وايد يخدم. وايد راح يخدم المدينة. انزين بنحط مترو ثاني من اوكي. انتو شفتوا شيء؟ ما شفتوا صح؟ في بلد ان مترو ان ذا ايربورت. ايربورت وات ذا فن. انزين بيوصل هني
يدخل هني يوقف هني يرجع للمترو الخارجي ما نضيف فيه الاثنين مترو بسبب مدينة عبد الرحمن. نحن نستوعب ان المتروات وايد على فكرة. انزين كان الهدف انه يكون عندنا صناعية خفيفة هني لازم لانه مطار، فاي شيء يستوي طواري طيارة على اساس انه في خدمة عندنا المطار يعني، فبنسويها هني. خلنا نشوف شو الثروات اللي عندنا هني، يمكن نسوي شيء تخصصي مرة واحدة. دقايق بس بخبركم انا كيف، لان وين الثروة؟ شو الثروة اللي هني؟ ما في اي ثروة هني، في ثورة بس مش ثروة ما في. انزين خلنا نحط صناعية هني بشكل كامل. بستثني اظني هذا المكان، بستثني ولا اقول نستثني، خل ما تابع لامن المطار اموره طيبه، لان هني راح يكون لهم مستشفى يغطيهم، بس كامن لازم يكون لهم شرطه بروحهم اوكي، ويكون لهم مطافي بروح المطافي. بس وين المطافي يا اصدقائي؟ هنا المطافي، ولازم يكون عندنا وحدة استجابة الكوارث لان هذا مطار، والمطار ما يتحمل ابدا اي نوع من نوع الكوارث يضربه بدون استجابة الكوارث. وخلي الهليكوبترات داخل نطاق المطار، ان شاء الله موصل كهرباء، موصل كهرباء داخل، خلي اشيل الكيبل من مهبط هذا اللي جايب العيد. زين شوفوا الحين عندنا وحدة استجابة كوارث، عندنا كل شيء، عندنا رادارات مالهم، عندنا حساس هزات أرضية في نص قلب المطار، وعندنا غطانا مساحة ما أعرف شو غطانا بس ما عليكم. فاير ما نبغى، هاي شو تخصصه؟ أظني مود هذا أنا منزل لنا برايه. إنزين استوى عندنا منطقة هني الصناعية مفروض تطلع قريب، عندهم كهرباء بيكون أتصور. إذا ما عندهم كهرباء خلنا نحط لهم مكانية منها كهرباء، في حال انهم بنوا وما حصلوا كهرباء ما يقولون ما شيء. زين بنبني هني باقي المنطقة كمنطقة سكنية نحن، وبنبني لهم منطقة تجارية، عندهم حدائق عندهم هالسوالف اوكي، وبنبني لهم هني جنب الفندق مكاتب وليس محلات تجارية. هني بخلي شوي فاضي، يمكن اسوي له خطة مستقبلية. انا حيت كان عندي مكتبة في يوم من الايام ما ادري وينها، لانه وايد مدات هذه المكتبة استيت لايبراري، هذا من علامات انك في مكان راقي. فشو ابي اسوي؟ استيت لايبراري حطيه هني اوكي، بحطي حول الشارع اوكي، شارع حول المدرسة. هاي مو مشكلة مدرسة، المفروض ما تسوي الزحمة الخرافية اصلا، فمش مشكلة عادي. واحد اثنين اربعة خمسة سبعة ثمان، واحد اثنين ثلاث اربعة اثنين ثلاث اوكي، هاستوى فراغ هني شوي، تصميم المكان مش ذاك الزود. زين بنحط الشارع من هني لين هني، ومن هني لين، من هني لين، ايوه لين هني اوكي. طبعا ما بكبر المكان اكثر وايد يعني، بس بحط حديقه صغيرونه، حديقه اكيد في عندي حديقه قياسه، ما عندي افا ما في حديقة قياسة. حلو للأسف أشوف هاي، هاي قياسة أوكي، حط نفسها هذا الاتجاه وني نعبي المكان باركنات ثانية على أساس إن هذا حق منو؟ المكتبة. شوف المكتبة صح إنه مش سيدة، بس يعني بتشوف اللي حل بعدين، ما عليه، سنرى لها حلا في المستقبل القريب ان شاء الله. مال كترة
موجود عندنا تغطية فنانة، شو اسمه موجود، كل شيء موجود، مواصلات موجودة. الحين يبالنا تبون صوت قطار. اوه لحظة لحظة لحظة، مطار بدون تاكسي ديبوت، والله عيب، والله عيب. على الأقل يبالا 2 3 لأنهم بيضربون خطوط التكاسي. أنا ذكرت إني خليته فاضي أساس إنه مال تكاسيون. شوفوا لازم باركنات تكاسي، لازم باركن تاكسي. كيف عندك مطار وما عندك باركن تاكسي؟ خبروني انتوا الحين كيف 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 عندنا باركن مطار وما عندنا تاكسي؟ عندنا لاينين هو شغالين الحين الاثنين على خير. انا اظني وايد طولت الحلقه، وايد طولت الحلقه. ما ادري اذا انتم مستمتعين ولا ملانين للحين. خلنا ما عندي كل الخدمات في العالم، بس توي تذكرت بنحط فندق. خلنا نكتب في السيرش لحظة، ها آخر شيء في الحلقة ترى. فندق فخم يبالنا شوي، ما فندق أطول. هذا سوى المجسم حيوان. زين خلنا نشوف. ويخسي وش كبره هذا، خسي الحجم هذا. زي مدينة هايل وين بيسكنوا المساكين؟ لازم نجيب ناس تسكن، لازم بنجيب ناس تسكن. أبا مجموعة فنادق، بس شكل الفنادق اللي هنا ما راح تناسب. أوه تصدقون شكله مشروع. مش هالفنادق، أبا فندق هذا الضخم جدا. نبغى شيء يبين انه عود في نفس ايوه في نفس الوقت. اروم حتى منك ابن واحد بالضبط. طبعا هاي فيهم مشكلة في المود نفسه، بيتمون يقولوا لنا شو. ها شوفوا هذا فندق مش طبيعي، اسمحوا لي، لكن فندق محترم. انا حطيته بطريقه خاطرة، كنت اسوي مجموعه عماير نفساي، بس احس اني بندم. هاوسهولد 150 بيبل، 150 نفر داخل. انزين وعندنا من علامات هذا بلازا، نضيف لمجموعه الفنادق اللي حطيناها. هذا علم من اعلام المكان بيكون ترى، وراح يزيد القيمة الأرضية للمكان بشكل كبير ما تتخيلونه. ف نت سوبر ماركت هارو ما حطي أكثر من واحد، ما أظني بيلدينج اوريدي اكزيست أصلا. في وايد مدات أنا منزلنها، مش شوية الصراحة وايد. محكمة خلونا نتذكر شو كان عندي. عماير شو كان عندي؟ برج المراقبة، هذا فنان. عندي مطار، برج مراقبة المطار برا على المطار، أحسه غلط. أحس لو يكون مكان نفسه هني بيكون أحسن وايد، ولا لا؟ هني مكانه حلو أنا أشوفه. لا حلو حلو، برج المراقبة مزعج بس إس أوكي. معدن محلات تجارية جنب محلات تجارية. وهذه كانت مدينة عبد الرحمن، أظن القديري. أتصور القديري يعني، أنا أتصور مش متأكد، إن شاء الله ما أكون غلط على يا حبي أجيب العيد. إنزين فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.